السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق المعاصر بس في سلسلة إعدادي، ملحق أويك إز إناف للترم الثاني. هنحل إن شاء الله الامتحان السادس. نبدأ بالمحادثة صفحة 68. مروان أند ياسين آر سبيكينج أباوت ذا ليتست تكنولوجي. مروان وياسين هيتكلموا عن أحدث وسائل التكنولوجي. ياسين بيقول وات آر يو ريدينج مروان، أنت بتقرأ عن إيه يا مروان؟ فقال له إجابة. بعد كده سأله سؤال تاني، بعد كده قال له ذا ماجازين ارتكل اللي هي المقاله اللي مقاله المجله، يبقى كده هو بيقرا مقاله للمجله. يبقى هيقول I am reading a magazine article، انا بقرا مقاله في مجله. فقال له سؤال، فقال له الاجابه The magazine article is about. طالما هنا is about يبقى عن ماذا تتكلم؟ يبقى what is it about أو what is the article about. What is it about، عن ماذا تتحدث هذه المقالة؟ قال له The magazine article is about modern technology، يتكلم عن التكنولوجيا الحديثة. بعد كده قال ذا انترنت اند موبايلز، الموبايلات والانترنت. فساله سؤال، قال له ان ايجيبشن زير ار اباوت 50 مليون بيبل يوزنج ذا انترنت، في مصر حوالي 50 مليون شخص بيستخدموا الانترنت. يبقى كم عدد الناس او الاشخاص الذين يستخدمون الانترنت في مصر؟ هاو ميني، يبقى كم عدد هاو ميني. بعد كده الناس بيبل هو يوزد The internet in Egypt، كم عدد الناس اللي بتستخدم التكنولوجيا في مصر؟ فقال له 50 مليون. بعد كده قال له Can you tell me about the importance of the internet، ممكن تقول لي أهمية الإنترنت إيه؟ فقال له إجابة. بعد كده سأله سؤال، قال له Do you like reading e-books، هل أنت بتحب تقرأ الكتب الإلكترونية؟ يبقى هيقول له أنا يعني ممكن تقول لي أهمية الإنترنت إن أنا بقرأ أو أستطيع إن أنا أقرأ كتب إلكترونية. يبقى I can أو we can، خليها بشكل عام، يبقى we can أو I can عادي، we can read e-books، إحنا بنقدر نقرأ الكتب الإلكترونية. فقال له Do you like reading e-books، هل أنت بتحب تقرأ الكتب الإلكترونية؟ دي متروكة ليك، بس هو طالما في السياق كده هو بيحب القراءة طبعا، يبقى yes I do. بعد كده سؤال complete، هنكمل من 4 كلمات من 6. germination اللي هو إنبات قبل لأعلى أو حسب اللي جاي قبليها. absorb يمتص، burn يحرق، deforestation اللي هي إزالة الغابات، وداون أسفل وما بتيجي معقات معناها إزالة الغابات. climate change is caused by greenhouse gases such as carbon dioxide. this is made when we نقاط fossil fuels، يبقى التغير المناخي بيحدث بسبب ثاني أكسيد الكربون اللي هو بيطلع لما بنحرق، يبقى burn number one، بنحرق اللي هو الوقود الحفري. بعد كده الجملة الثانية، نقاط also produces greenhouse gases، كمان هو بيتسبب في إنتاج اللي هو الغازات الحرارية، يبقى ديت هتبقى deforestation اللي هي إزالة الغابات number 2. trees نقاط carbon dioxide from the air، الأشجار بتعمل إيه في ثاني أكسيد الكربون من الهواء؟ بتمتصه، يبقى absorb number 3. بعد كده when we cut نقاط trees، trees أشجار، وقاط يبقى cut down اللي هي يقطع الأشجار أو يزيل الأشجار، يبقى down number 4. بعد كده ال passage، السؤال الأول، people who cannot smell، الناس اللي ما بتقدرش إن هي تتنفس، ديت هتبقى الإجابة رقم have، الإجابة رقم A، have fewer memories، عندها اللي هي ذاكرة أقل، الإجابة رقم A. بعد كده السؤال الثاني، scientists say that the sense of smell، ان حاسة الشم is very important for، انها مهمة جدا من اجل ايه؟ من اجل الميموري، الذاكرة، الاجابة رقم دي. بعد كده السؤال الثالث، the best title for the passage is، افضل عنوان لهذه الباسج او هذا النص هي smell and memory اللي حاسة الشم والذاكرة. How does smell help people to remember things؟ كيف تساعد حاسة الشم الناس أنها تتذكر الأشياء؟ وعندنا لما يشموا حاجة يتذكروها، يعني يبقى when they smell
something autonomous, something to remember. هكذا السؤال الخامس, how do you think the smell of smoke can help people? ازاي لما شم الدخان ده بيفيد الناس لما كمان يحصل حريق زي ما مكتوب برضو, يبقى it awareness ان هي بتحذر, if بتعمل تحذير يعني, if there is fire لما بيكون نار او حريق. السؤال السادس, summarize the last paragraph in one sentence, لخص الفقرة الأخيرة في جملة واحدة. فهنقول إن حاسة الشم مهمة لينا مثلا, فهنقول smell is an important sense, حاسة الشم حاسة مهمة. بعد كده أسئلة الاختيارات, A or an space is a person who researches and writes new articles, هو ده اللي بيبحث وبيكتب مقالات جديدة, يبقى ده الصحفي يبقى journalist. الإجابة رقم A. بعد كده السؤال الثاني, some students designed a robot in my school, the verb designed can be replaced by, كلمة designed اللي هو معناها يصمم, دي ممكن ان انا ابدلها بايه, بانفنتد اللي هو اخترع. جيب رقم ايه. السؤال الثالث, تو جيت ان ادفيرب, ادفيرب اللي هو الظرف على طول الواي, اللي جيب رقم بي. السؤال الرابع, تو جيت ذا اوبوزيت اوف ذا ادجكتيف بابيولار, بابيولار اللي بمعنى شعبي, يبقى ان بابيولار اللي جيب رقم سي. السؤال السابع, the word building can be the antonym of, عكس كلمة building اللي هو يبني, يبقى يدمر, يبقى destroying اللي جاب رقم C. بعد كده السؤال السادس, the space helps us a lot to see things that are far away, بتساعدنا ان احنا نشوف الاشياء من مكان بعيد, يبقى التلسكوب اللي جاب رقم A. بعد كده اسئلة التصحيح, he will study English tomorrow, it's his plan, بلان خطة بتيجي مع going to, يبقى he is going to. بعد كده السؤال الثاني, what job would you do when you leave university, when هنا بتساوي if, جاي بعدها مضارع بسيط, يبقى بعديها او قبليها هي المستقبل اللي هو باستخدام will, يبقى ده would هتبقى will. السؤال الثالث, ng going بيجي قبليها is او am او are على حسب الفعل, هنا ng مفرد يتبقى is going. بعد كده السؤال الرابع, many houses built, كده مبني للمجهول, بنيت, وهنا عندي nowadays هذه الأيام, يبقى كده مضارع, يبقى many houses are built. بعد كده السؤال الخامس, لم يا told, خلاص طالما told بخلاص عشان ده غير مباشر.